من جديد مشاهدينا الكرام أينما كنتم. وقال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات خالد شريف، قال إن مشروع آيوكس يدعم ريادة الأعمال في مجال المخلفات وإعادة تدوير المخلفات أيضا. وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعمل على تحفيز النمو المستدام والتقدم المجتمعي والمساهمة في الحد من الفقر في البلدان أعضاء البنك من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية، وهي الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير البنية التحتية لتوفير الكهرباء وإنارة إفريقيا والنهوض بالصناعة، بالإضافة إلى التكامل بين الدول الإفريقية وتحسين سبل المعيشة للمواطن الإفريقي. كان البنك الإفريقي للتنمية قد نظم مائدة مستديرة للشباب حول مشروع النمو الأخضر لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر. معنا للمزيد من المتابعة حول هذا التعاون بين مصر والبنك الأستاذ خالد شريف، رئيس أو نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل. أهلا بك أستاذ خالد. بداية يعني نريد أن نفهم ما الذي دار هنا في مصر حين زيارتكم لها، وما هو برنامج آيوكس الذي ذكرته، أو ربما يعني لا أعلم إن كنت أنطقه بشكل صحيح أصلا أم لا. أشكرك يا فندم على اللقاء. في الحقيقة تم إجراء عدد من اللقاءات الهامة مع الحكومة المصرية في الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه، وعلى رأسها لقاء السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وأكدنا خلال اللقاء على أهمية العلاقات بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تعمل مصر على تنفيذه، والتزام البنك الكامل بدعم جهود الحكومة المصرية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة. كما أجرينا لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة صح نصر لبحث مجالات العمل في الفترة المقبلة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تطور علاقات التعاون بين البنك ومصر، وما تقوم بمصر من إجراءات اقتصادية جريئة وخطوات قوية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعتبر هذه الزيارة هي الأول ليا بعد ما أن توليت منصب نائب رئيس البنك في نهاية العام الماضي. وتم خلال الزيارة بحث برنامج التعاون بين البنك ومصر وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية في السنوات المقبلة، وكذلك ما يتعلق بصرف الشريحة الثالثة من صحيح سنأتي على ذكرها أستاذ خالد، ولكن ما يهمني هنا وواضح طبعا من دوركم هو أن أنتم معنيون بالمخلفات وإدارة المخلفات، وهذه طبعا يعني ملف مهم هنا في مصر. ما هي تحركاتكم على الأرض؟ والله تحركات على الأرض ده حضرتك ذكرتيه أن احنا عندنا مشروع ب 150 مليون دولار مشروع أبو رواش في هذا المجال، وده باذن الله في تنفيذه هيساعد البنيه الاساسيه لتحقيق تقدم في هذا المجال. نعم، الشريحه الثالثه التي جئت على ذكرها متى ستصل الى مصر من هذا البنك؟ ان شاء الله يا فندم هتوصل 1 يناير بقيمه 500 مليون دولار، ودي ثالث شريحه باجمالي 1.5 مليار دولار. وصرف الشريحة الثالثة هي آخر شريحة لدعم الموازنة، وإن شاء الله هتوصل 1 يناير. طيب أيضا علمنا بأنه هناك إطلاق لأول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية، لو تذكر لنا التفاصيل وما هي المقصود بالمخلفات الصناعية هنا. المقصود حضرتك بالمخلفات الصناعية زي ما حضرتك عارفة المخلفات الصناعية بتأتي من أكتر من شيء، بتيجي من نوعيات مختلفة، والبرنامج بيقتص على إن هو ياخد المخلفات دي ويحولها إلى أشياء ممكن تعاد استخدامها في المجتمع بصفة عامة. وبندور على الافكار الممتازه من الشباب المصري اللي هو يمتلك افكار جديده، وهذا اللي ظهر في المشروع، حيث قام بعض الشباب المشاركين في المشروع افكار جديده، ومنها تصنيع مشروبات الطاقه عاليه البروتين من النفايات الزراعية، وإنتاج الدقيق من بذور الفاكهة، استخراج الوقود من الزيت المعد تدويره.
وفضلا عن تصنيع الحبر من الاطارات المستعمله. هنا لكي افهم اكثر يعني بشكل اوضح، هنا التبادل بين من ومن؟ بين الشباب وبين البنك، وان البنك بيقدم تسهيلات عشان المشاريع الشباب والافكار دي تتحول الى شيء ملموس. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد شريف نائب رئيس البنك الافريقي لشؤون التنميه الاقليميه والتكامل، كنت معنا عبر الهاتف طبعا.